طيب استاذ نديم، بالعوده الى الملف الاقليمي وقمه، بعدين بس اسمحي لي بس بجمله واحده تفضل اذا بتريدي. هيدي نغمه الاطماع بمقدراتنا النفطيه والغازيه بتذكرني بالاطماع بمقدراتنا المائيه. بس لقلك واقع الموضوع المائي اليوم بالعالم، اسرائيل عندها ما لا يقل عن 60 براءة اختراع في مواضيع الري وتقنيات الري. لبنان عنده نهر الليطاني يلي يفترض انه اسرائيل طمعان فيه، حوله اللبنانيون وجزء كبير من جمهور المقاومة إلى مجرور بسبب معامل البلاط اللي بتكب الكلس تبعها بالماء، الملاحم اللي بتكب بقايا الجيف وبقايا الحيوانات في 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 الماء وإلى ما هنالك. يعني هذا النهر ملوث اليوم، ملوث ومريض ويموت نهر الليطاني. من الذي لوث الليطاني ووضعه على سكة الموت؟ إسرائيل؟ نحن اللي عملناه. فإسرائيل عم بتطور تقنيات الري وابتكارات المي، ونحن عم نطلع منقول إنه إسرائيل بدها مياه لبنان. هلأ أوكي، هلأ الكذب الثاني إنه إسرائيل بدها نفط لبنان، ماشي الحال. بالانتقال إلى الملف الإقليمي أستاذ نديم، هل حضرتك من يعني لا تستبعد إنشاء حلف أو تحالف ناتو جديد عربي بالتحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران؟ لا ما بستبعد، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن تحدث بشكل علني عن هذا الموضوع، وهو يعني مسؤول ورئيس دولة وملك، مش عم يحكي من موقع تحليل سياسي أو انطباعات. وبالتالي هناك أمر واقع موجود، ما في شك أنه العلاقات الإسرائيلية العربية أخذت نقلة نوعية منذ الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وإسرائيل، نقلة أخرى بالكلام السعودي حول العلاقات السعودية الإسرائيلية. إذن في مناخ جديد في المنطقة. هل أحد جوانب هذه التطورات هي اتفاق أو كيان جوي عربي إسرائيلي مشترك لمواجهة التهديدات من إسرائيل أو من غير إسرائيل؟ نعم هو قائم، إنما أيضا بدي أقول العلاقات العربية الإسرائيلية ليست موجهة ضد إيران. العلاقات العربية الإسرائيلية علاقات تشمل عدد كبير من القطاعات، أهم المسألة التكنولوجية، اثنين الاقتصاد والاستثمار. ما تنسي نحن عايشين بمنطقة انضربت فيها الكثير من يعني موتورات الاقتصاد وموتورات التنمية، إن كان بالعراق، إن كان بسوريا، إن كان بليبيا، إن كان يعني وقدنا نخسر مصر. ففي عدد كبير من الأسباب لهذه العلاقات، جزء منها ما في شك الهاجس الإيراني، إنما هي ليست موجهة ضد إيران. إذا بكرة إيران الصبح توعى وبتقول أنا بدي أكون جزء من هذا المناخ الجديد في الشرق الأوسط، فهذا خبر عظيم لكل الناس. طيب بس برأيك الحرب الروسية الأوكرانية ما ألغت سياسة القطب الواحد بالعالم؟ يعني اليوم هل أمريكا بعدها بنفس القوة اللي كانت ما قبل هذه الحرب؟ هل إيران منا لاعب أساسي باللعبة الدولية القائمة؟ بعدنا بسياسة القطب الواحد برأيك؟ لا، سياسة يعني تشكيلات القطب الواحد تشكيلات انتهت من فترة طويلة، اللي أنهاها أو اللي يعني هيك ظهر انتهاء بشكل كتير فج هو طبعا الحرب الأوكرانية الروسية. إنما اللي أنهاها مش هذا الموضوع، اللي أنهاها هو الصعود الاستثنائي للصين الاقتصادي الكبير الهائل من خارج النموذج الغربي الليبرالي. يعني كان دايما في ربط بالعقل الغربي إنه الديمقراطية هي مقدمة للازدهار ولرفاه الناس. إجا الصيني تيقول لا، أنا ما عندي ديمقراطية، وأنا كمان هناك مئات الملايين من البشر اللي انتقلوا من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى بفضل النجاح الذي شكله النموذج الاقتصادي الصيني. هذا كان صدمة ثقافية وفكرية ومعرفية وسياسية للعقل الغربي اللي ما بيقدر يشوف الازدهار خارج منظومة الغرب الليبرالية والديمقراطية. هذا موضوع يعني معقد ومشعب، إنما أمريكا لم تعد هي خليني أقول الـ 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 الـ
اللاعب الأول والوحيد في العالم، والمسافة بينه وبين الثاني والثالث كتير كبيرة، مش هذا الواقع. طيب. من هيدا المبدأ سؤالي أنه كيف رح تقدر المملكة العربية السعودية توازن ما بين علاقاتها مع روسيا من جهة ومع أمريكا من جهة أخرى؟ ما يعني شوفي، ما بتنحط الأمور بهالإطار. روسيا دولة يعني منا دولة مهمة، بمعنى اقتصاد روسيا قد اقتصاد إيطاليا اللي هي دولة مفلسة بأوروبا. صحيح روسيا نطلع عليها، نطلع على الشغب وعلى السلاح. التوازن في العالم ليس بين روسيا وأمريكا، هذا موضوع انتهى من زمان. روسيا دولة محطة بنزين عند أمل نووي، لا أكثر ولا أقل. الدولة الحقيقية اللي عندها توازن، يعني إذا السعودية بدها تعمل توازنات جديدة، بتعمل توازنات مع أمريكا عبر الصين مش عبر روسيا. هيدا يعني شو عندها تعطيكي موسكو؟ شوية صواريخ؟ مش يعني التوازن في العالم اليوم بين الصين وبين أمريكا. روسيا دولة حقيقة بالمعنى الاقتصادي دولة تافهة، دولة كتير صغيرة بالمعنى الاقتصادي، دولة بيقدر صار له عم بيقاتل بأوكرانيا اللي هي على حدوده من شباط الماضي. بس أستاذ نديم، إذا تافهة وأربكت العالم تباك. عفوا؟ عم بقول إذا تافهة وأربكت العالم. طبعا أربكت العالم، لأنه دولة بلطجية. شو إنه سكر بقى البحر الأسود، سكر، عمل مشكلة بموضوع القمح، عمل مشكلة بموضوع الغاز، إنما unsustainable، يعني لا يستطيع بوتين أن يستمر في هذه السياسة. الصين دولة موجودة، مستقبلها موجود، اقتصادها هائل، علاقاتها كتير كبيرة. بوتين سينتهي ورقة بيد الصين، لا أكثر ولا أقل. وبالتالي دولة مثل السعودية لما بتفكر، ما حدا بيستبدل أمريكا بروسيا أو بيعمل توازن مع أمريكا بالعلاقة مع روسيا، يعني مش هيك الأمور. الحقيقي والجدي هو العلاقة الروسية، العلاقة السعودية الصينية. هيدي علاقة كتير كبيرة، أولا لأنه السعودية هي المورد الأول للنفط للصين. هلأ تغيرت المعادلة بسبب النفط الروسي، صار عم بيروح أكثر على الصين لأنه عم بيبيع أرخص، وعم بيفتش على دول تشتري منه خارج منطق العقوبات وكذا. فيمكن ارتفع شوي حصة موسكو من بيع النفط إلى الصين، إنما الدولة الأكبر هي السعودية. شريك تجاري مهم، في علاقات لها علاقة بتطوير الدرونز والصواريخ البالستية. في كلام كان سعودي أنه قد يتم بيع النفط السعودي للصين باليوان الصيني. نعم. هناك تعاون في مجال اليورانيوم بين الصين وبين المملكة العربية السعودية. هناك زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى الرياض، كان لازم إن توجهت الدعوة برمضان، كان لازم تحصل بعد رمضان، بعدين إجت موجة كوفيد، وموجة كوفيد الجديدة الإخرانية. نعم. عطلت هذه الزيارة. هناك حديث أن هذه الزيارة قد تحصل قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل. إذن اللي عم تعمله السعودية هو توازن مع أمريكا عبر علاقاتها مع الصين، وليس عبر علاقاتها مع روسيا. روسيا يعني أوكي دولة موجودة، جزء من أوبيك بلاس، لازم تتعاطى معها إلى ما هنالك، بس